الحقيقة أنا لما اتفرجت على حضرتك وحضرتك بتعزفي الفلوت بكم الإحساس الرهيب ده، يعني جه في ذهني سؤال اللي هو ليه حضرتك اخترتي آلة الفلوت بالذات؟ هو انا في البدايه يعني حاسه ان في كده عشق ما هو بينك طبعا وبين هي بقى الآلة دي. خلاص هي حاله عشق بلع يعني عايزه اقول ربع قرن او اكتر من ربع قرن الحقيقه. لكن لا هي البدايه الحقيقه كانت دراستي للبيانو، لكن لما عند دخول الكونسرفاتوار يعني كان في اقسام جديده بتشكل، فتم اختياري لاله الفلوت لان هم ليها مواصفات معينه فلقوا ان المواصفات دي متواجده بالنسبه لي. لكن بعد مرحله بسيطه جدا حصل الحقيقي بيني وبين الآلة حالة عشق. كمان لما حسيت سافرت لما شفت حضرتك بتعزفي كده حسيت ان في حب في غرام دي كده. حقيقة، دي حقيقة. وهو عموما للفن وللموسيقى لكن لآلتي بالذات، لأن عشان المشوار كان طويل وكان ما كانش سهل. ما كانش سهل، وكان وأنا مؤمنة دايما بأن يعني أي نجاح لازم بيكون فيه قبليه صعاب كتيرة، فساعتها النجاح بيكون حقيقة طعمه رائع. فيعني ارتباطي بالآلة لأن عاشت معايا مراحل كتيرة جدا جدا كان فيها صعاب كتيرة جدا وقدرت بيها أنجح. من شوية كنت بتقولي طموحاتك، أنا طموحاتي كلها كانت في الآلة، كل طموحاتي كانت في فني وفي تخصصي وان انا اقدر اوصل لمستوى معين فني، اقدر احقق بالنسبه لنا احنا كفنانين وموسيقيين الريبرتوار ان احنا نعمل برنامج نضخم فيه، ده بالنسبه لنا ده القمه. فدي كانت كل طموحاتي. بس الآلة بقى وحالة العشق اللي بيني وبينها هي اللي وصلتني لمراحل تانية خالص ما كانتش موجودة في طموحاتي، وهي اللي كبرت مسؤولياتي بعد كده.